النهارده اتوقفت؟ اه اتوقفت. اه جالك القرار؟ جالي القرار. اه هتعمل ايه؟ انا كل يوم يا احمد مطلوب مني كده. النهارده انا بكلمك وانا راجع في طريق من المنصوره، كنت انا بحل هناك مشكله حفله. الناس قاعده هناك عامله قاعده، واحنا مش بتخش البلد دي تاني غير لما تجي لنا. يعني انت جيت لنا وجيب لنا عربون اضعاف المحطوط، وتيجي تعمل قاعده وتحل وتعمل فيديو للناس، ولازم بقى تحل. انا دلوقتي يا استاذ احمد مطلوب مني اصحى من النوم كده اصلي ركعتين، واحط على الترابيزه 30 40 الف جنيه شروط جزائيه للناس. طب هل ده يعني انا استاذ هاني شاكر فوق راسي والنقابه فوق راسي، وانا مقدر جدا موقفهم عشان هم يقننوا الموضوع ويلموا الدنيا. انا بقى ذنبي ايه؟ انا دلوقتي راجل مطرب بقى لي 4 سنين، عمري ما كان لها مشكله ولا عمري كان لها سابقه. بيطلبوني في حفله هنا يمين شمال، بقول حاضر وامين وماشي جوه الحيطه مش جنب الحيطه. حصل موضوع غلطه في اغنيه انا محطوط فيها، اعتذرت وعملت في فيديوهات واتكلمت طوب الارض وقلت اسف وغيرنا الاغنيه وشرحنا اللي حصل. فبس خراب البيوت يا استاذ احمد مش مقبول. يعني انا شاد لسه في بدايه حياتي، مش حمل كل يوم اطلع 30 40 الف جنيه انا اجيبهم منين؟ طيب يعني انا بكلمك بحق. يعني انا مش بقولك انا ممكن اوريك عقود، لو انت حضرتك عايز تشوف بعينك عقود اوريك عقود واديك تليفونات ناس. يعني انا بكره في فرح مثلا انا بديك مثال الحاجات انا فاكرها مثلا في اسكندريه. كان انت وحسن ولا لوحدك؟ لا انا لوحدي. لوحدك؟ اه لوحدي. اه كان عندك كام حفله يا عمر؟ انا يعني لا بقى ممكن اشتغل اوردرين في اليوم. في اليوم؟ اه. فانا لا، واللي دفع بقى لو دفع 5 قروش او دفع قرشين عايزهم 10، واللي دفع 5 عايزهم 25. اه طب اوصله الفرح ولا الاحتفاليه؟ وامبارح حصل برضه موقف ما عجبنيش. انا امبارح احترمت قرار النقابه، كان عندي فرح في نوفوتيل المطار. رحت باحترامي للعريس اعتذر له، انا ما رحتش اغني. يعني انا ما خدتش فرقتي ورحت غنيت، انا رحت باحترامي للعريس اعتذر له. فاكر الضابط محترم جدا، قلت له يا فندم انا بعتذر لك لان في قرار نزل واحنا بنحترم القرار. اتكتب اللي الشرطه منعتش، انا ما حدش منعني، انا رايح باحترامي على فكره. انا رايح لوحدي سايق عربيتي. يعني جايه من عندك؟ ايوه طبعا جايه من راح سايق عربيتي بنفسي، ما حدش رايح معايا. ركديت عربيتي بتاع البارك ودخلت سلمت على العريس، قلت له متاسف جدا لحضرتك والسلام عليكم. وعليكم السلام. لا كنت داخل بفرقه ولا كنت داخل بفلاشه ولا كنت داخل بمايك، محدش منعني، انا بحترم كده. بس برضه يقدروا ظروفنا الزحمه، ما ينفعش. استنى بقى يا عمر بعد اذنك، استنى بقى ثانيه. طب قبل